ورحمة الله وبركاته. النهارده الحلقة الثانية من برنامج احتراف الكونغ فو. المرة اللي فاتت اتكلمنا على بعض تمارين الإطالة وأوضاع الكونغ فو الأساسية. النهارده هنتكلم على ازاي نفتح الحوض، حوض جانبي أو حوض. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. طبعا المفروض قبل ما تفتح أي حوض تعمل تمارين إطالة، تمارين تشد أوتارك كويس. النهارده إيه، أنا عن نفسي سخنت قبل ما أصور الفيديو، فأنا هشرح على طول. فأنتوا طبعا أكيد عارفين التمارينات اللي هي لازم إن أنت تسخنها قبل ما تفتح الحوض. تمام، اول حاجه بنزل كده الوضع اللي انا قاعد فيه ده، بقوم عامل كده، بفتح طبعا على قد ما اقدر. انا طبعا مش فاتح الحوض على الاخر، بس انا ايه، بس بتمرن باستمرار. طبعا زي ما انتم شايفين الحوض بتاعي يعني مش وحش قوي. تمام، في طبعا منكم اللي بيجيب الحوض مسطره، فكنا نقدر نقول انا في الدرجه اللي قبل الاخيره في الحوض. تمام، انت فهمت ازاي يعني فتح الحوض بالطريقه دي؟ الاثنين مع بعض، محدش يفتح رجل قبل الثانيه، عشان ممكن كده رجل تشد الاوتار ورجل الثانيه تحصل لوحه او مزق. الاثنين مع بعض ده شكل الحوض الجانبي. طبعا هقول لكم التسخينات بتاعت الحوض الجانبي ايه والحوض الامامي ايه، بس هقول لكم بقى طريقه فتح الحوض الامامي. تمام، بنخلي الرجل اللي هنفتحها قدام قبل الثانيه، الثانيه ورا. تمام، الرجل الثانية طبعا تمام بنفس الطريقة. تمام، نبدأ بقى نقول التمرينات اللي هي بتاعت خاصة بالحوض الجانبي. طبعا نفس الحاجات اللي عملناها المرة اللي فاتت المفروض نعملها، إطالة ومرونة والحاجات دي. يعني حط رجل على جنب ونزل عليه. بعدين بنقوم مع بعض كده. دي كده حاجات ايه في بدايه فتح الحوض. باقي الحاجات بقى طبعا نفس برضه العمليه ما فتحش نفس الحوض. حط رجل كده مثلا، تمام، نفس الكلام على الرجل الثانيه. طبعا شفت النخله يعني لا تصلح للحركات دي. دي طبعا لو انت في البيت في مثلا ترابيزه اي حاجه ممكن تحط رجلك عليها، فطبعا بتنفس التمرين ده. وبعدين بقى دي حاجات اساسيه، بس في حاجات ياما بس احنا النهارده مش هنطول في الفيديو. وبعدين بنقول لازم تاني جرب نشوف فتح الحوض شد اكتر ولا نفس الطريقه. زي ما انت شايف الحوض فتح معايا اكتر. نجرب بقى التسخينه بتاعت الحوض الامامي. طبعا بقوم قاعد كده زي مره فاتت برضه، بس دي بالتمام. بعدين بقوم مبدل في طبعا تمرينات تانيه، بس انا افضل ده يعني الاساسي بتاع الحوض الامامي. وانزل بنفس الطريقه من فاتح واضغط بوست كده. زي ما حضراتكم شفتوا الحوض فتح معايا اكتر. طبعا ده الجزء الاول من تمارين فتح الحوض الامامي والجانبي. طبعا في اجزاء ثانيه هنزلها ان شاء الله النهارده، بس كده ننهي الجزء الاول من التمارين. انتهت حلقتنا النهارده.